من حقق التوحيد الكامل لم يخدشه بشيء دخل الجنة بغير حساب. هذا الذي يريده المؤلف، لا يريد المؤلف من حقق أصل التوحيد، لأن هؤلاء قد يكون عندهم ظلم النفس أو ظلم الغير، ولا لا يدخل الجنة بغير حساب، وإنما الذي يدخل الجنة بغير حساب هو من حقق التوحيد كله، يعني سليم من أنواع الظلم الثلاثة، من ظلم الشرك ومن ظلم النفس ومن ظلم الغير.